رصد الفرحة الكبيرة لأعضاء نادي أهلي مدينة نصر. من جديد بجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. لازلنا هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر بنرصد اجواء واحتفالات جماهير النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي على فريق الوداد بهدفين مقابل لا شيء. معي في هذه الاثناء جانب من اعضاء النادي الاهلي في فرع مدينه نصر. برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده من لعيبه النادي الاهلي. تحب تقولي ايه لعيبه النادي الاهلي؟ قولي لي شفت اللقاء ازاي؟ مبروك 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 كبير قوي. عقبال العوده بقى يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني شفت اداء لعيبه النادي الاهلي ازاي النهارده؟ رائع 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 بحماس جامد جدا جدا وبيلعبوا لعب بجد عجبني جدا جدا في كله كله دفاع وسط خط وسط هجوم. لا عجبني جدا من ناحيتين. هاني كان ممتاز النهارده. لا قفشه كان رائع رائع من اول دقيقه. لو انا اتكلمت عن لاعب لعب انا خايفه اكثر انسى واحد اغلط فيه لان هم كلهم ممتازين ممتازين. انا عاجبني الفنيات اللي حضرتك بتتكلمي فيها. عايزين نتكلم في شويه فنيات. عايز يقول ايه بالظبط؟ يعني مين لو هتختاري نجم للمباراه؟ هل توقيتات الاهداف اللي النادي احرزها سهلت اللقاء على النادي الاهلي؟ توقيتات حلوه جدا جدا وكمان والتغييرات حلوه جدا ممتازه جدا. وعلي معلول طبعا ما حدش يقدر ما يقولش عنه حاجه يعني ممتاز ممتاز جدا. كلهم كلهم لعيبه يعني حريفه جدا. والنهارده يعني المدرب طلع فيهم كل حاجه كانت موجوده وباذن الله باذن الله التاسعه جايه باذن الله باذن الله. عايز اروح لحضرتك وتقولي لنا تقولي ايه بقى لعيبه النادي الاهلي بعد المباراه؟ الماتش كان جميل جدا ممتاز والحقيقه كانت حاجه مشرفه. عندنا مباراة تانية يوم الجمعة القادم إن شاء الله. تقولي لهم إيه برضو قبل المباراة؟ أتمنى إن شاء الله المرة الجاية يكون أحسن وأحسن ويكسبوا أحسن وأحسن وهم لعيبة ممتازين الحقيقة. حضرتك يا فندم. عايز يعني أرحب بحضرتك. اتفضل. عايز أرحب بحضرتك. مباراة كبيرة النهاردة من لعيبة النادي الأهلي ونقدر نقول حالة من التركيز الحالة البدنية اللي على لعيبة النادي الأهلي عوامل كتير النهاردة سهلت علينا اللقاء. والله يا فندم النهاردة فعلا الأهلي أدى مباراة كبيرة جدا جدا جدا. فعلا كان أداء غير متوقع من فريق النادي الأهلي وخاصة النهاردة ده أداء متوقع إن شاء الله دايما من لعيبة النادي الأهلي. لا لا والله العظيم يعني إحنا ما كناش متخيلين المكسب الرائع ده في أرض خارج أرض النادي الأهلي. ففعلا بلا شك النهاردة إن كابتن محمد الشناوي راجل المباراة الأول في حراسته. بس أنا بناشد جهاز الفني واللعيبة ان شاء الله في ماتش العوده يركزوا برده على المكسب عشان برده عايزين نقول لعبه كره القدم فشل مستحيل. بس ان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه ونوصل للنهائي ونكسب البطوله ان شاء الله. بشكر حضرتك يا فندم. مباراه كبيره كبيره من لعيبه النادي الاهلي. مباراه كبيره من محمد الشناوي من قفشه من كل اللاعبين. لكن لو انت هتختار رجل للمباراه والنهارده بيتس موسيماني عمل مباراه كبيره تختار مين؟ والله الحمد لله احب ابارك لجمهور النادي الاهلي رجل المباراه كابتن قفشه وكابتن الشناوي. والاداء الحمد لله كان متوقع من لعيبه النادي الاهلي. 11 راجل النهارده كانوا في الملعب وده الشوط الاولاني وان شاء الله بنطالبهم بالتركيز في الشوط الثاني ان شاء الله في القاهره وتكون فرحه بمشيئه الرحمن ببطاقه التاهل والحصول على الاميره الافريقيه بمشيئه الرحمن. والف مبروك لكل الاعضاء والجمهور النادي الاهلي. بشكر حضرتك. شكرا. برحب بحضرتك النهارده. نقدر نقول النادي الاهلي اسر موجوده الجميع النهارده فرحه كبيره جدا. تحب تقولي ايه النهارده بعد المباراه وفوز لعيبه النادي الاهلي؟ الحقيقه النهارده من اسعد ايام حياتنا يعني بجد 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 يعني كلنا اطفال ستات رجاله كنا في منتهى السعاده وماتش في منتهى يعني النقلات والباصات وكله كله كله كان مظبوط الحمد لله. نقدر نقول من زمان قوي ما شفناش الاهلي بالحلاوه دي. بالظبط يعني الواحد كان يعني فرحان فرحان يعني مش عايز اقول لك ازاي الواحد كان في منتهى السعاده النهارده من كل اللعيبه بصراحه برافو عليهم. عندنا مباراه مهمه ايضا يوم الجمعه القادم مع فريق الوداد. تقولي ايه لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه؟ يعني احنا عايزين احلى وعايزين يعني عايزين نشوف كوره احلى واجمل من كده. يعني اهم حاجه في الكوره ان الواحد يبقى مستمتع مش يجيب اجوان وبس. لا يعني عايزين تفضلوا على كده واحسن وتقدموا الاحسن وتبسطوا جماهيركم لان احنا دايما وراكم في كل حاجه. انتوا يعني سواء مغلوبين كسبانين بس طبعا لما نكون كسبانين ده حاجه يعني بتبقى اسعد بكتير اكيد. بشكر حضرتك يا فندم. انا ميرسي قوي كابتن ايمن. ده كان لقائنا مع جانب من اعضاء النادي الاهلي هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر بنرصد فرحه اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بالفوز على فريق الوداد بهدفين مقابل لا شيء. النادي الاهلي بيقطع شوط كبير جدا نحو المباراه النهائيه. مبروك للنادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنشكر زميلنا فاروق صلاح.